المرشح الأول السيد محمد الحمامي. الحمامي حصل على 30 صوت في السري والعلن بالورقة وباليد. السي عسلام العيدوني حزب الاتحاد الدستوري عنده صفر صوت في السر كذلك والعلن بالورقة. والفقيه السيد عبد الدائم الكور عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حصل على 4 أصوات كذلك في السر والعلن. 3 والرافضون 3. وفقا لهذه النتيجة ولهذا التصويت يعتبر السيد محمد الحمامي هو الفائز، وبذلك أدعوه للالتحاق بمكانه الطبيعي. الانتخابات اللي دازت في جو من الهدوء، جو من الأخوة والمحبة بين الإخوان الأعضاء المحترمين. أولا كنشكر الأعضاء المحترمين على الثقة اللي بذلوها في شخصي كمحمد الحمامي باش نتحمل انا المسؤوليه ديال المقاطعه ديال بني مكاده. ثانيا كنحيي ساكنه بني مكاده اللي اعطتني الاغلبيه في البدايه ديال الانتخابات، واللي اللائحه ديالي ديال حزب الاستقلال اللي حصلت على اكبر عدد، والفضل هنا كيرجع عند الساكنه ديال بني مكاده. حنايا الحلم ديالنا والامنيه ديالنا والطموح ديالنا هي نتحمل المسؤوليه، ماشي المناصب، ولكن نتحمل المسؤوليه من اجل خدمه هذه الساكنه ديال المقاطعه ديال بني مكاده اللي محتاجه في واحد مجموعه ديال المشاريع اللي مازال خصها الدار بني مكاده. حنايا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى نكونوا عند حسن الظن ديال الساكنه ديال بني مكاده. اول مكتب الحمد لله شكلت واحد المكتب اللي هو اللي في مستوى اللي فيه اطر وفيه كفاءات، واللي غيكونوا في جنبي يشتغلوا معايا اللي غادي يقدروا يدفعوا بهذه العجله ديال المقاطعه بني مكاده تزيد لقدام. حنايا غادي نشتغلوا بجروب. حنايا في البدايه ديال الكلمه ديالي قلت انا الان كاسكيطه ما بقاتش سياسيه، ولكن كاسكيطه ديال المقاطعه ديال بني مكاده. انا رئيس ديال الجميع، انا الرئيس ديال الناس اللي صوتوا عليا وتا الناس اللي ما صوتوش عليا او تا الناس اللي امتنعوا او رفضوا. حنايا رئيس ديال الجميع، حنا ما نخدموش بالطريقه اللي كانت قديمه، ما نخدموش هنا بكاسكيطه ديال حزب سياسي. حنايا الباب عندكم مفتوح للجميع وللساكنه بمقاطعه بني مكاده بخصوص، ونسادة الاعضاء المحترمين والصحافه المحترمين في اي ساعه وفي اي لحظه. حنا يدنا ممدوده للجميع في هذه المقاطعه بني مكاده، وكنتمناو لها الخير حيث حنا خلقنا فيها وكبرنا فيها وعندنا غيره عليها، والحمد لله يكون غير الخير ان شاء الله في المستقبل اللي مجيء. وشكرا. الحمد لله الاجواء تما حضرتوها اجواء عرس ديمقراطي، يعني اجواء حماسيه عشتها مجموعه ديال الطاقات الشابه اللي كانت كتشتغل في العمل الجمعوي، كتشتغل مع الناس مع الساكنه. الحمد لله المجهودات ديالهم مشاتش هباء منثورا. الحمد لله الثقه الساكنه ما مشاتش هباء منثورا. الناس اللي صوتوا عليهم وتاقوا فيهم الان هما في المجالس. نتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم مسيره موفقه، ونتمنى لهم انهم يكونوا عند حسن الظن الساكنه. صراحه انا كنشوفها سابقه وسابقه بالمعنى ديال الايجابي، ان يكون مجموعه ديال الطاقات اللي كتشتغل في مجموعه ديال القطاعات، مجموعه ديال الكفاءات، كل كفاءه في تخصص معين. كنظن ان هذا الشيء هذا يعطينا المكسب، يعطيه واحد الطاقه اللي يقدر يرفع بها التحدي بالنسبه للتسيير ديال المقاطعات ديال طنجة. السلام عليكم، تحية طيبة للجميع. الحمد لله اليوم تم انتخاب ديال المجلس ديال المكتب المسير مقاطعة بني مكادة في إطار التحالف الثلاثي اللي كيجمع تجمع الوطن الأحرار مع حزب الاستقلال وكذلك حزب البام. هادشي خلاهم أنهم يشكلوا تحالف قوي واغلبيه مريحه داخل المجلس، وايضا يعني انفتاح ديالنا على باقي الفرقاء السياسيين الاخرين اللي دعموا
من خلال يعني جلسات ديال التصويت. اليوم الحمد لله المكتب المسير فيه وجوه جديده، اول مره كتدخل للمجال السياسي وكتدخل في المكتب المسير، وهذا واحد اضافه نوعيه في تدبير الشان المحلي. اليوم الحمد لله المكتب كيتوفر على طاقات شابه وكفاءات يعني تمرست يعني من خلال الشغل ديالها الدائم في مع المواطنين والمواطنات. واليوم ان شاء الله تعالى هذا الثقل ديال المسؤوليه وديال الامانه اللي عطاها لنا المواطنين والمواطنات في اثناء ديال التصويت، كنتمنوا اننا نكونوا عن حسن الظن ديالهم. ندخل في الكلام كنشكروا الناس من ديبان والسكن من ديبان كافه على الثقه ديالهم اللي وضعوها فينا، وحنا ان شاء الله غادي نكونوا عن حسن الظن ديالهم ونحاولوا نمثلوا من ديبان وديبان كذا ومدينه طنجه احسن تمثيل. وكنقولوا ان شاء الله الثقه ديالهم اللي وضعوها فينا غادي تكون ان شاء الله في محلها، وغادي يجبرونا عند حسن الظن ديالهم، والابواب ديالنا الهواتف ديالنا غتكون مفتوحه دائما امامهم باش نكونوا دائما كما قلت امام كنمثلوهم وكندافعوا عليهم وكنكونوا الصوت ديالهم داخل المجلس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.